نص ساعة. احنا قاعدين من الاهرامات 1 2 3 4 5 6 خرتم سوي ما قلنا لنا ساعة عشان وصل الغروب قلنا لك ما تقول الحر 5 صباحا السفرة دي لازم صح رؤية يا شباب برقة بحب بحنان انتوا اصلا زول سمين زيي بيشيل هم الاكل في الاريا دي قلنا كيلو من الصباح كعويرة راح سهلة سهلة من الشكل خليك من اللون ما في حبيكم في موسم الهجرة إلى المونديال. أنا خير وحكم محدثكم طوال الرحلة دي. عشان أحكي لكم القصة سريع، الشباب خطط إنه يمشي الدوحة قبل كأس العالم، وقرروا يشيلوها بالبر، يقطعوا الشمالية لدور السودان وبعديها يركبوا الباخرة، بعدين يكملوا من جدة لغاية الدوحة. فحنشوف مع بعض حنقدر نتم الرحلة دي ونصل الدوحة قبل كأس العالم ولا الموضوع أصعب مما تصورنا. توصلوا بالسلامة يا جماعة وإن شاء الله حلاقيكم في جدة. يا شغلة 900 جنيه 1000 جنيه 1000 حاجة تقريبا يلا 900 دي مشارك بيك وبتدخلك انغامي تقدر تسرق بيها يا شغلة تفعل لي تنشط لي بقروشك 900 جنيه انا اقول لك نشط لي تقلي بقروشك دخل طيب كده ليه طيب نحن وصلنا لاول وجهة في رحلتنا وصلنا كريمة طبعا يا شباب نحن جينا يعني الظلام جايبيننا في الظلام ليه والله بس ما وصلنا بدري خسرنا الفيو الصباحي الحالي صوتك انت صوتك مالو ما في انا صوتي ذاته خسرته خسرت الفيو خسرت اي اقعد امبارح يا مان كاتب لي ما اعرف شو اسمك انت اليوم يومي يوم يومك شنو احنا تاخرنا بسببك خرتم سوي ما قلنا لنا ساعه عشان وصل الغروب قلنا لك ما تقول الحر 5 صباحا والله طالع زفوك تعال 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 اوريكم الفندق جوا اطيب روميت طيب اخوانا احنا امبارح المساء وصلنا مراوي كريم او كريمي وليل الصباح بدري صحينا شربنا الشاي ماشيين جبر البركه ومنها مقابر الكرو الكرو مقبره الكرو معانا المرشد السياحي طبعا عبد الله اخيرا وصلنا مقبره الكرو نخش جوا نشوف اصلا فيها شنو هذا ما سنعرفه اللحظات القادمه لا هي مقبره خاصه بشنو طيب زين عندي معلومه الناس تلقى ذهب تلقى اثار تلقى فراعنه تستمتع شديد يا شباب تستمتع شديد والله والله الناس تيجي تعيش هنا بس تجيب اصلا زول سمين زيي بيشيل هم الاكل في الاريا دي لان كيلو من الصراحه بعد الكيلو الثالث جاء مداخل اسمها المساطر
الموقع قلنا اهميته كبيره جدا باعتبار انه هو غير المفاهيم انه حول الجبان اعتباره هي مدافن معناها في معبد معناها كان في مدينه نبتيه يعني. هنمشي زياره لمقبره تانوت عواني هو اخر ملك دفن في الكرو بحكم تحت السيطره السودانيه على مصر. اوه شايفين دي غرفه اسمها غرفه الغرابين كل المجوهرات الخاصه بالملك بتكون في غرفه. وين المجوهرات؟ اصل للاسف ما في مجوهرات. لابس الاسائر الملكيه لابس التاج المزوج معناها حكم مصر العليا ومصر السفلى مع بعض يعني. حتى التابوت الملكي محروس بالكوبرا الملكيه اللي حصله في حاله بتاعت انقضاض جاهزه يعني. عندك الجعران او الجعل تكلم باللغه الغرفيه يعني بيعتقدوا انه كل الاعمال في قلب الانسان يعني. بعدك بيوزن القلب هو الوحيد يعني فيه الاعمال. هناك فوق شكل الشروق الشمس لحصه الشمس الشارقه هي الشروق قلنا هي بدايه الحياه. هناك عكس المقبره الشروق الغروب هو نهايه الحياه يعني. سبحان الله المظلوم. انتوا متخيلين انتوا جايين الرسومات دي واحد رسمها حسي الكلام ده قبل 6000 سنه قبل الميلاد. قبل الميلاد عديل الرسومات دي مرسومه بالوان ذات عن لون اصفر عن اللون الناس دي كانت رسام عديل عين. الله يا اخواننا واو واو جدا. اعزائي الكرام نحن الان يعني في طريقنا للمونديال. نعم مرينا بأهرامات البركل، هنا جبل المركل وهنا العديد من الأهرامات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أنا مرة أهرام لابس أزرق عزيزي. عزيزي دعك دعك من هذا، نحن نريد أن نثقف المشاهدين عزيزي أحمد. طبعاً يا أخواننا جينا مارين في أمانة الله، مرينا بأستاذ كريمة. تخيلت كده إنه أنا همشي حسي أستاذ لوسيل وحشوف الفريق. نتمنى والله يعني يا رب. يا رب في يوم من الأيام نشوف السودان مستضيف كأس العالم. طيب يا إخوانا عشان أحكي لكم الحصل بالضبط. الناس بعد كريمة مشت لبور سودان لكن الوقت كان متأخر شديد والناس نامت بدون ما تحس. يا أحمد يا خالد الله قوم يا أخي قوم. إحنا متأخرين يا باشا. أنا شاهد أنت مشترك بقروش ما عندنا فيزا خالد يا أخي. إحنا لسه ماشيين الكيلو ماشيين الكورنيش. طبعا السيداني شغال في السعوديه في قطر. لا خليش تنط ولا اغير رقمي ولا يجي. اخواننا احنا في بور سودان عندنا تحديين يا اخواننا. الاول صعب اللي هو طق ال 100 وحده. هاي هاي ترى علم الناس دي انا جلت اي وحده دي مننا هديتها. هاي 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 زي زي عشب زي ما انت علاقه معي. سهله 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 جاي سهله. واحد اثنين يا سلام يا شباب الله تيبو الله تيبو. شباب عندي تصريح عندي تصريح ها لحد حسي من حوالي 10 لعبوا اثنين جابوها. حسي زول ما لعبها اللعبه تحت تلغي دايرين زول العاب دي مع زول ده بس. يا والله العاب يا والله العاب يا والله الصوره دي كيس يا دي كيس الكيس يا ولد. ايوه في اليمين الاخيره. ايوه يا والله الصوره والله الصوره. انا مقتنع يا دي الكيس ده دي الكيس ده ده كيسين يا شباب. ما بزول داري دق المية يشيل الهدية الكبيرة بدق المية يا شباب. ما لي كلام ساي واحد اسمع يقول لي من ثالث واحدة تقع. ستين واحد ستين اثنين ستين ثلاثة ستين دك تتحدوا شباب ستتوا عشان زول تتحداهم كلكم ستتوا ستين 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 واحد ستين ستين ثلاثة ستين أربعة ستين خمسة ستين. عندك اعتراض انت؟ أنا اعتراض اعتراض قد الزول ده الزول قلت جنو لو ما بزول جاب أكثر من 63 حنديها الود ده. يا شباب التحدي هو 100. أرجع للفار أرجع للفار أرجع للكاميرا. طب الحق حق لا 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 حق الزول ده. نلعب مع البرازيليين هناك مستوى ما في مستوى ما في. أنا أكثر إنسان كاره للسمك في البلد دي. أنا داير أعمامك ديل يقنعوني أنا آكل سمك الليل. أنا جعان رح. لأنه يا حبيب التيشيرت.
ده قال احسن نوع سمك والنوع الحيقناني طبعا اسمه الناجل. ما في كيف ما قال لنا فيه ما في عجل ما في ناجل ما في ما لقاه شكلي ما حاقتنع الليل انا شكلي ما حاقتنع وهربت منه خال شافني سمين شكله قدر اللي شبه السوق كله راح خالف قاعد يدق تلفونات الناجل وين يا غال ده الناجل كيلو كم يا اخوان الحاجه دي تحفه فنيه خليك من الطعم خليك من الشكل خليك من اللون ما في الحاجه دي رسمه ساي سبحان الله رسمه ساي شكلها صار ده لو اكلته ثاني ما بتاكل سمك اغلى سمك في العالم ده كله يا خال ده تحدي المقطع اللي انت هتشوفه ولو ما عجبني ما عجبك شغلني معاك هنا بس ما عندك مشي مبروك ما عندك مشي طيب ابقى تاجر بس تاني يعني الشعب وعالم والله العظيم الناس تعجز عن التعبير والله والله جد جد مصيبة هنسوي شنو والله العظيم نحن في مصيبة يا شباب ما حاسبنا نهائي دي خطتنا كلها كانت مبنية على الحاجة دي باخر ماف قطر ماف مستحيل ما في حل تاني اكتشفنا يا شباب مستحيل ما بيركب ركاب يعني ناس كده بتسافر بالباخرة ماف بضايع بس بنقول بيقول بيقول بضايع من بورسودان لجدة يا اخي يا رب والله خير بعدين نشوف حنحصل لشو كمان يا شباب خلاص ما في حل ده مصيرنا حنرجع تاني للخرطوم بطيارة ومنها تاني نركب جدة ونبدأ رحلتنا تاني من أول وجديد لكن يعني في النهاية إحنا نص مشكلة في ناس كده ما ماشيين السعودية ما مشكلة يا رب دمنو الطيب ده تقريبا ما حيجي معانا جدة فهو الآن سبعة قدموا معي كلهم طلعت لي منها يجري محاولات للذهاب إلى جدة ولكن يبدو أن حبيبي أنت قاعد تقول في شنو حتمشي معنا ولا ما حتمشي ماشي معاكم يا ماشي ماشي قطر أمي عاجل أحمد حيدر يقرر الانسحاب من المشروع لظروف خارجة عشان سمح لك التصوير أنا بنادي لك هسه أنا والله مشتبك يا شباب أي بيك أي أكل أي وجبة أي حاجة إحنا يعني حنكون معاك دائما والله ما داير أيك لن ننساك بجد كل أربع أيام في السعودية حتقعد عليك الله نساني أربع أيام بنوم وبصحى ويجيكم قطر محطم ست أيام أنا همشي قطر من قبل يعني إحنا حنمشي في رحلتنا حيكون عندنا عنوان أو هاشتاج في أي ستوري لن ننساك يا نخرك بإذن الله يعني. كتعويض لما سيحدث الفترة القادمة على فكرة عندي حاجة أها اللي اقول لك خليها في البلوكات انا همشي مكان انت ما حتمشي السعوديه شنو يا طيب سوقني معاك طيب تعال اصوات في صم الظهريه حس البابور من المشرع باقي على كاس العالم اقل من 10 ايام رجعت ام الباص المصنع اصوات في صم الظهريه